على موعد النهارده مع الاجابه على اسئله هامه تتعلق بالثرومبوتيك مايكوانجيوباثي كديزيز اند كيني ترانسبلانتيشن. السؤال الاولاني: What are the major types of thrombotic microangiopathy that may be encountered after renal transplantation؟ طبعا الاجابه بنقسم الثرومبوتيك مايكوانجيوباثي اللي ممكن يشخصه بعد الترانسبلانتيشن الى نوعين كبار. دونوفو معناها ان الاورجنال كيدني ديزيز ما كانش ثرومبوتيك مايكوانجيوباثي، وان في ديزيز اتشخص بعد الترانسبلانتيشن اللي اسمه ثرومبوتيك مايكوانجيوباثي، اللي هو ديزيز ريليتد للسمول فيزلز الارتريولز والكابلرز اوف ذا جلوميرولاي، وهنقول السيلينت فيتشرز في البايوبسي بعد شويه. او ريكارنت معناها ان الاورجنال كيدني ديزيز كان ثرومبوتيك مايكوانجيوباثي. يا ترى مين فيهم الاكثر شيوعا؟ وطبعا الاكثر هو الدينوفو، والاقل هو الريكارنت، لان عدد الحالات اللي بتتسارع بسبب مايكروانجيوباثي ممكن تكون عليها قليل. الحاجه المهمه ان الريت اوف ريكارنس بيتراوح ما بين 4 ل 60% من الحالات اللي زرعت بسبب ثرومبوتيك مايكروانجيوباثي. يا ترى ليه؟ لان بيبقى 4% لو خدنا الحالات ات لارج، لان الانفكشن ريليتد او الدرايه ريليتد ثرومبوتيك مايكروانجيوباثي الريكارنس تقريبا ضعيف جدا اذا كان موجود. لكن لو هو اتيبيكال هيموليتيكوم سندروم هيبقى في الغالب ناحيه ال 60% ريكرنس، والبروجنوز بتاعه طبعا بيبقى معروف هنقوله لاحقا. طيب ايه اسباب كل من الريكرنت ديزيزز او الدينوفو؟ احنا قلنا الدينوفو هو الموست كومن، ده من 1 ل 14% من الترانسبلانت ريسيبيانتس ممكن يتشخص فيهم دينوفو ثرومبوتيك مايكروانجيوباثي. طب ايه سبب الدينوفو؟ الدينوفو سببه في الغالب بقى دراجز زي الكالسيوم انهبيتورز، الاميتور انهبيتورز، ممكن يبقى الانتي بودي ميديت ريجكشن بريزنتد بثرومبوتيك مايكوانجيوباثي، ودي بشخصها بوجود الدونر سبيسيفيك انتي بوديز. انفكشنز ممكن تعمل هذا الكلام زي البارف فيروس والسي ام في والادينو فيروس والاتش اي في، او ممكن يبقى بريجننسي ريليتد. طيب الريكارنت باسبابه يا ميوتيشنز في الريجوليتري بروتينز اللي بتنظم الكومبلمنت زي فاكتور اتش وفاكتور اي، او ايفن حتى الممبرين كوفاكتور لو ان نسبته اقل في الريكرنس من الفاكتور اتش وفاكتور اي، او الادمز 13 ديفكتور. الادمز 13 ده بروتيز بيكسر فولبراند مالتيمرز، فبالتالي ما يبقاش فيه مالتيمرز فما تتجمعش بليتر وتعمل له باثولوجي، فده مهم جدا. يا اما يبقى اذا ميوتيشنز او اوتو انتيبوديز، يبقى ده السببين الرئيسيين للريكرنت. الاوتو انتيبوديز اجينست الفاكتور اتش او الادمز 13 او انتي فوسفوليبيد او انتيبوديز مع اللوبس او سكليروديرما او خلاف. يبقى انا عندي اسباب الدينوفو قلنا كالسيوم انهبيتور واميتور انهبيتورز وانتيبوديز ميديت ريجكشن وانفكشنز وبريجننسي، واسباب الريكرنت بتنحصر في ميوتيشنز او اوتو انتيبوديز. السؤال الثاني: What are the risk factors that are associated with recurrent TMA؟ ايه اللي بيخلي الشخص يبقى اكثر عرضه، او بنتعرف على الخصائص بتاع الشخص الاكثر عرضه لحدوث recurrent thrombotic microangiopathy؟ حصرهم في اربع اسباب او اربع risk factors: older age at presentation، لان الـ older age او الادلتس associated thrombotic microangiopathy في الغالب بيبقى نتيجه ل يا اما mutations يا auto antibodies. لكن السن الصغير الاطفال 90% منهم بيبقى سببه دايريا ريليتد او شيجا ريليتد توكسنز، فبالتالي الريكرنس بتاعهم بيبقى ضعيف. يبقى الاولدر ايج بريزنتيشن ذا ريسك فاكتور. الشورت دوريشن بتوين الدايجنوزس ذا اونست اوف دايجنوزس اوف ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي والديفلوبمنت اوف اندستير كيدني ديزيز ذا انذر ريسك فاكتور، ويوزنج اوف ليفنج دونيشن وهنعلق عليه حالا اهوت، واخر حاجه administration of calcium inhibitors او mTOR inhibitors. وفي ناس بتشك في calcium inhibitors بس ده او ده ممكن يبقى موجود. يبقى انا عندي old age at presentation, short duration between the diagnosis and the development of the stage using of living donation, وعندي drugs زي calcium inhibitors. السؤال هنا living donation ايه وضعه؟ هل نشجعه لو عندي recipient جاله رينال فيلير بسبب ثرومبوتيك مايكوانجيوباثي اوافق على الليفنج ريليتد؟ لا، يبقى اتس نوت ريكومندد. اتس ريكومند نوت تو يوز ذا لايف ريليتد. انا ممكن استخدم ان ريليتد دونرز. ليه بقى لايف ريليتد مش مفضل ونوت ريكومندد؟ لانه حتى لو عملت له تيستنج فور ميوتيشنز
ولقيته نيجاتيف ممكن يبقى هناك ميوتيشن ما اعرفهاش. والخطوره ان انا معرضه للدونر نفريكتومي، ده يعتبر ستريس فاكتور شديد جدا، ممكن يبرسبتيت عنده ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. وعلشان ذلك لا ينصح خالص باللايف ريليتد، لا هستخدم ليفنج هستخدم ليفنج انريليتد لايف انريليتد دونر ترانسبلانتيشن او استخدم كادافيريك ترانسبلانتيشن. السؤال اللي بعد كده، what are the most common presentations of thrombotic microangiopathy after renal transplantation؟ طبعا الموست كومن، انا عندي هنا المقصود بالسؤال ده هل السيستميك مانيفيستيشن هنا وارده بنسبه كبيره. احنا عندنا في النيتيف باثولوجي بنقول عاوزين هيموليتيك انيميا وثرومبوسيتوبينيا موجودين هنا. موست للبيشنت البرزنتيشن بتاعه رايز اوف كرياتينين جرافت ديسفانكشن. وساعات بدور على في البريفر بلاد على شيستوسايتس لما الاقي الباثولوجي طالع ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، والدياجنوزيس بيبقى بالرينال جرافت بايوبسي. و النقطة المهمة if you don't think of it you will miss it. وعشان كده لازم نحط عندنا في الديفرنشال دياجنوزيس دايما الثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي، وهلاقيها يعني 36 مرة زايدة لو كان العيان اصلا الاورجن كيدني ديزيز بتاعه ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. لو هيحصل ريكرنس، الريكرنس هيحصل امتى؟ هيحصل تقريبا في الايام في الشهور الاولانيه، في اول شهر او ثلاث شهور الاولانيين، ممكن يحصل within days او after السنه الاولانيه. لا وحدوث والدياجنوز بتاعه في الغالب كاريز باد بروجنوزس. طيب ما نيجي نتكلم على الكالسين انهبيتورز والامبيتور انهبيتورز، احنا قلناها في الريسك فاكتورز في الريكرنس رغم ان ده مشكوك في امره، وفي ناس بتشكك في ستادز كتير، في ستادز بتقول لا الكلام ده ملوش قيمه. الكالسين انهبيتورز، الكالسين انهبيتورز بتزود الثرومبوكسان بتعمل فازوكونستريكشن. طب الامبيتور انهبيتورز علاقتها ايه بالقصه؟ الامبيتور انهبيتورز بتديلاي اند امبير جنريشنز لانها بتقلل البروليفريشن. طيب احنا قلنا الدياجنوز باي بايوبسي، البايوبسي هيبقى فيها لازم البايوبسي يبقى اديكويت فيها اربعه انترلوبيولار ارتريز وتنجلوميرولاي، يبقى سفشنت بايوبسي عشان اقدر احكم عشان ما يبقاش فيه سامبلنج ايرور. والدياجنوزس يا اما حاجه يا الحاجات اللي جايه مجتمعه مع بعضها، اربع اشياء: فايبرين اور بليتلت ثرومباي ان ذا ارتريول، زائد او ناقص في جرين نكروزس يبقى الارتريولز او جلوميرولاي كابلاريز، سوولن اندوثيليال سيلز ممكن تؤدي الى بلادلس جلوميرولاي، فراجمنتد ريد سيلز ان ذا فاسكوليتشر، اور سيفير ميكويد سمتايمز كونسنتريك ثيكنينج اوف سمول ارتريز اند ارتريولز. يبقى لو لقيت حاجه من الاشياء الاربعه دول او الاربعه مجتمعين يبقى ده ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. هل في ديفرنشال دياجنوزيس؟ ايوه، الاكوست ريجكشن ممكن يجي فاسكولايتس، وبفرق ما بينه وبين ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي في وجود بقيه الستيجما اوف ريجكشن. وكرونيك فيز اوف ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي ممكن تبقى سيميوليتد او بالترانسبلانت جلوميرولوباثي. وهنا طبعا اللينير سي 4 دي ديبوزيشن والمالتي ليرنج اوبريتور كابيلرز بترجح كافه الترانسبلانت جلوميرولوباثي. البروجنوزس يا ترى البروجنوز اخباره ايه؟ البروجنوز طبعا باد زي ما انا قلت قبل كده، السرفايفل 3 سنين، البيشنت سرفايفل 50% بعد 3 سنين، وجرافت لوس تقريبا في السنه الاولى 80%، ونو جايد لاينز فور تريتمنت عشان الموضوع صعب، الموضوع مش كريستال كلير. لكن على مبدا ان الداتا دي كلها كانت قبل وجود الاكلوزيماب اللي هو المونوكلونال انتي بودز اجينست الكومبلمنت. وات ار ذا ميجرز تو بريفنت اور تو تريت ريكرنس؟ طبعا بالنسبه للريكرنس بريفنشن از بيتر ذان كيور. وليه احنا بندي بروفلاكسس؟ يبقى انا لو شخصت العيان عنده ميوتيشن وفي الدومين بتاع وانا خايف من الريكرنس وهستخدم ليفنج ان ريليتد مش هستخدم ريليتد، يبقى ده اول خطوه سكريننج فور ميوتيشن نوت يوزنج ليفنج ريليتد وذ بيشنتس وذ تي تي بي اتش يو اس، لان هنا هيبقى في ريسك كبير جدا على الدونر حتى لو الميوتيشن نيجاتيف. وفي ميوتيشن ممكن تبقى موجوده، هتبقى موجوده في المستقبل ممكن تتعرف، يبقى ما عرضش هذا الدونر للريسك اوف سيرجي اللي ممكن يبرسبتيت ثرومبوتيك مايكرو انجيوباثي. وبدي بروفلاكتيف ثيرابي للناس اللي شخصنا فيه ميوتيشن في الكومبلم فاكتور اتش او الاي فاكتور اتش او اي، بدي ايه؟ بدي اكلوزيماب، بنديه 900 مللي جرام
24 ساعه قبل الترانسبلانتيشن، وفي اليوم السابع وال14 و21 يبقى ده 4 جرعات، وبعد كده 1200 ملي جرام كل 12 كل اسبوعين. ما بنفضلش الاكلوزومان مع البلازما اكستشينج، ولو ان في بروتوكول بيجمع الاثنين مع بعض. طيب احنا ليه بندي بروفلاكسس؟ ده سؤال مهم جدا، ليه هندي الاكلوزوماب ما نستنى ما لو حصل ريكرنس نبقى نعالج؟ القصه ان انا هنا بزرع كدني، النفروم ماس مش هتبقى كبيره. الحاجه الثانيه السكيمري بيرفيجن انجر اللي هتحصل اثناء مع الترانسبلانتيشن ممكن تبقى تريجرنج جامد جدا يخلي الباثولوجي يبقى عنيف، يبقى في ستورمي من الكومبلمنت اكتيفيشن. يبقى ده بالنسبه للبريفنشن اوف ريكرنت. طبعا لو حصل ريكرنس هنستوب الكالسيوم انهبيتورز او الاميتور انهبيتورز، هتستفور فيروسز سيمي فيو البي كي والبار فيروس اتش اي في، وويكل دوز في الكلوزوماب 900 ملي جرام باندكشن بكل اسبوع لمده 4 اسابيع. في الدونوفو بنعمل ستوبج للكالسيوم انهبيتورز او الاميتور انهبيتورز، ممكن اعمل شيفت على فكره من السيكلوسبورين للبروجراف. اف نو ريسبونس بعمل بلازما اكستشينج، لو ريفراكتوري اعمل اكلوزوماب. ساعات بقى في الحالات اللي فيها ميوتيشنز ممكن يعملوا كومباين ليفر اند كيدني ترانسبلانتيشنز في الاطفال اللي عندهم سيفير ميوتيشن. يبقى احنا قلنا كده المانجمنت. ار ذير ديفرنس بتوين ذا كيدني ترانسبلانت اند اذر اورجان ترانسبلانت ريجاردينج ذا انسنس اونست اند بروجنوز اوف تي ام اي؟ الاجابه هي ايوه، انا ممكن الاقي ترومبوتيك مايكرو انجيوباسي بعد الاذر رينال سوليد اورجان ترانسبلانتيشن، بعد الليفر واللونج والهارت والهيموبيتيك ستيم سيل ترانسبلانتيشن. يعني الانسنس في الليفر 4%، اللونج 2.5% لغايه 14% قلنا في الكيدني، والستيم الهيموبيتيك ستيم سيلز 8%، اللونج 2.3%. الانست بعد الليفر ممكن تبقى سو ايرلي، والسيكريت في القصه ديت ان الليفر هو مصنع الادم 13، فبالتالي لو بنتغلب على القصه دي بنزود البلازما انفيوجن. البروجنوز طبعا فيري باد خاصه بعد الليفر، لو جه بدري يبقى تقريبا 3 مانث سرفايفل 73%، الهارت طبعا بقى اشدهم 40% 3 مانث سرفايفل، الكيدني بقى 80% وهكذا. ما ننساش ان احنا بندي برضو في المانجمنت ستاتين وانهبيتورز وفيتامين سي. نخلي بالنا لو العيان انا شخصته مع الجرافت ديس فانكشن، شخصته ثرومبوتوميك انجيوباثي، ادور على البلاد فيلم اشوف بقى الشيستوسايتس والكلام ده. النقطه الاخيره اللي هنعملها ديسكشن، لو انا استخدمت البلازما اكستشينج زي ما انا بينت في الدراج في الدينوفو ثرومبوتوميك انجيوباثي، اخلي بالي ان انا لو هدي ارتوكسيماب او اي في اي جي او ثايموجلوبين او كلوزيماب دي بعد البلازما اكستشينج عشان هيشال بلازما اكستشينج، لكن البلازما اكستشينج ما بتاثرش على ليفل برينيزون وسايكلو فوسفاماي. ما ننساش ان احنا قلنا يا اما ميوتيشنز اللي هو ريكرنت بسبب ميوتيشنز او اوتو او انتي بوديز. لو هو انتي بوديز هيبقى في المجال هنا موجود للاميون سبريشن وبلازما اكستشينج. اشكركم على حسن الاستماع. طبعا الريفرنس اللي احنا استخدمناها ده شابتر من اب تو ديت الكرنت اب تو ديت ريكرنت اند نوفو تي بي اتش اس افتر رينال ترانسبلانتيشن from angiopathy in renal graft the diagnostic challenge with the current opinion of organ transplantation de novo thrombotic microangiopathy after non renal solid organ transplantation and plasma exchange for kidney disease. يبقى ده اهم 4 مقالات استخدمنا منهم الداتا ديت. وبشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.